التواصل يستمر مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، واللقاء يتجدد بحضراتكم شوطا يتلو والاخر يحمل الاثاره والتحدي والمنافسه الرائعه. تابعنا الشوط الاول وكان الحضور مع هملوله ومحمد بن سيف سهيل بن كلم الخيلي. قدم لنا هملوله مع الشوط الاول للمحليات الاصايل بتوقيت زمني ومقداره 8:16. فلها التحيه على هذا الفوز والانتصار. شوطنا الثاني شوط الحول المهجنات الاصايل، كان الحضور مع مزون وناصر بن حمد بن سهيل الخيلي. قدم لنا مزون، قدمت العرض الجميل والممتاز في اللحظات الاخيره بدون اوامر ولا شبه اوامر، قطعت المسافه بتوقيت زمني ومقداره 8:23 من الثواني. شوط جديد ينطلق بحفظا من الله ورعايته. الشوط الاول للزمول المحليات الاصايل مباشره الى المقدمه الى الصداره الى المركز الاول تابع. هذا هو زاهي على مقدمه هذا الشوط، وخليفة بن عبد الله بن محمد بن منين الشامسي من ياتي ويقدم لنا زاهي على مقدمة هذا الشوط. بينما المركز الثاني الحضور والتقدم في هذه اللحظات على المركز الثاني، الحضور والتواجد مع عناد أحمد بن خميس بن سالم الشامسي ياتي في هذه اللحظات ويقدم لنا عناد على ثاني المراكز. النقلة مباشرة إلى المركز الثالث، تابع الحضور والتدخل في هذه اللحظات مع مزعل وطاهر بن عبد الله بن خالد البلوشي على ثالث المراكز. رابع الأسماء الحضور في هذه اللحظات والتقدم على المركز الرابع، تابع التقدم الحضور من الجانب الآخر، تابع التسلل في هذه اللحظات والتقدم في هذه اللحظات مع مرشح سعيد بن سالم بن حمد العويسي في هذه اللحظات على رابع المراكز. ولكن اللي غير هذا هو دمعان، غير في هذه اللحظات على رابع المراكز. وسيف بن سهيل بن سيف بن كلثم الخيلي شعار هملولة صاحبة الشوط الأول ياتي في هذه اللحظات ويقدم لنا دمعان. هذه هي النتيجة، هذه هي النتيجة للمراكز الخمس الأولى. خلف هذه الأسماء توجد شعارات، توجد أسماء شعارات لها وزنها لها ثقلها في هذا العالم، عالم سباقات الهجنة العربية الأصيلة. ولكن بعود لا بد من العود على مقدمة هذا الشوط على المركز الأول. لا زال زاهي، لا زال زاهي على مقدمة هذا الشوط، وخليفة بن عبد الله بن محمد بن منين الشامسي ياتي بالانطلاق على مقدمة هذا الشوط على الصدارة من بداية الشوط، وهو على المقدمة على الصدارة على المركز الأول. هذا هو زاهي، هذا هو زاهي بشعاره الجميل، بشعاره الجميل على مقدمة هذا الشوط على الانطلاق على بداية هذا الإبداع على صدارة هذا الشوط. يلا يا بن منينة، يلا يا بن منينة، التركيز مطلوب، التركيز مطلوب، المسافة كافية للتركيز للمتابعة. هذا هو زاهي، الدور دور المركز الثاني، تابع الحضور والتقدم على المركز الثانية. هذا هو عناد، هذا هو عناد على المركز الثاني يتقدم وينطلق بهذا الانطلاق. وأحمد بن خميس بن سالم بن خميس الشامسي ياتي في هذه اللحظات وينطلق، ولكن وش اللي غير من الجانب الآخر من السياق الخارجي؟ هذا هو مرشح، هذا هو مرشح، غير بدوره على المركز الثاني. وسعيد بن سالم بن حمد العويسي ينطلق في هذه اللحظات، أبناء السلطنة، أبناء السلطنة. يلا يا العويسي، يلا يا العويسي، التركيز مطلوب، التركيز مطلوب. تابع المركز الرابع، تابع المركز الرابع، التقدم في هذه اللحظات او هذا البلوشي، او هذا البلوشي يتقدم من الجانب الاخر، ياتي بانطلاق مزعل. تابع المركز الرابع، بدا يتقدم دمعان، بدا المتمرد ياتي بالانطلاق، بدا ياتي بانطلاق من خلال حضور دمعان وسيف بن سهيل بن كلثم الخيلي، بن كلثم الخيلي المتمرد والخوف من المتمرد وهجماته الاخيره. تابع المركز الخامس، الحضور والتقدم مع شاهين. هذا هو شاهين، بدا يغير من مركز الى مركز، غير على المركز الرابع. ومحمد بطوير بالمره العامري ياتي بالانطلاق من خلال حضور شاهين. تابع الاسماء الاخرى، الشعارات القادمه، الاسماء الهاجمه في اللحظات الاخيره والمنطلقه في هذه اللحظات. ولكن بعود، بعود
إلى زاهي، بعود إلى زاهي، الكيلو ونصف الكيلو، الكيلو ونصف الكيلو، وزاهي على مقدمة هذا الشوط، على بداية الانطلاق، شوط الزمول المحليات الأصايل، أول أشواط زمول المحليات الأصايل، فحول المستقبل، فحول المستقبل، بنوك الانتاج، بنوك الانتاج، هذا هو زاهي، هذا هو زاهي، يقود الجموع، يقود الزمول بهذا الانطلاق، بهذا الإبداع، وخليفة بن عبد الله بن محمد بن منين هشامسي على مقدمة هذا الشوط المتمرد، وحذرتكم من المتمرد، يأتي من خلال حضور دمعان وسيف بن سهيل بن كلثم الخيلي، بدأ يتقدم وبدأ ينطلق في هذه اللحظات على صدارة الشوط، على مقدمة هذا الشوط، تابع بن المر، تابع بن المر، بدأ يغير، ينتقل بدوره على المركز الثاني، ومحمد بن طوير بن المر العامري بدأ يغير على ثاني المراكز، على ثاني المراكز، يسير ويطير على مقدمة هذا الشوط، بدأ يغير الاسمين، 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 وتابع على اسماء اخرى، وتابع على اسماء اخرى، الاسماء الهاجمة، الاسماء الواصلة، ولكن شاهين، 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 السلالة الشاهينية تمشي بعروق شاهين، تمشي بعروق شاهين، هذا هو شاهين، والمتمرد، والمتمرد على ثاني المراكز من خلال حضور دمعان، هذا هو دمعان على المركز الثاني، المعركة طاحنة ما بين هالاسمين، ما بين هالاسمين، المعركة، 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 ولكن شاهين بالطوير، 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 محمد بالطوير بالمرة العامري يأتي بالانطلاق على مقدمة هذا الشوط، يأتي بالانطلاق مع أشواط زمول المحليات الأصايل، هذا هو شاهين محمد بالطوير بالمرة العامري يأتي على بداية الانطلاق، دمعان، دمعان، واللحظات الأخيرة، واللحظات الأخيرة، بقول شاهين هذا راعي عوايد، هذا راعي عوايد، يلا يا بالمرة، يلا يا بالمرة، على مقدمة هذا الشوط، على بداية الانطلاق، على المركز الأول، بن كلثم ولا بالمرة، بن كلثم ولا بالمرة، اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة، واللحظات الحساسة، تابع الرقص مع الزمول، تابع الرقص مع الزمول، واللحظات الأخيرة، ولكن شاهين محمد بن طوير بالمرة العامري تهانينا وناموسة، المركز الثاني دمعان محمد بن سيف بن سيف بن كاظم الخيلي، المركز الثالث تابع الحضور والتقدم على المركز الثالث من حامل رقم 14 على المركز الثالث، الحضور غانم بن سعيد بن سالم العويد، المركز الرابع الحضور مع حامل رقم 8، المركز الخامس الحضور مع هذا شعار البلوشي طاهر بن عبد الله بن خالد البلوشي، هذه هي النتيجة، هذه هي النتيجة للمراكز الخمسة الأولى، 8:19، تهانينا وناموسة لمالك شاهين محمد الطير بالمر العامري، ومشكور على هذا الحضور، مشكور.